اهلا وسهلا كل مستمعي الكرام اللي انضموا لنا فقره كوتش لقاء المفتوح، فقره الاستشاره والتاثير مع الكوتش نوال الفرجي، مستشاره اسريه ونفسيه بمدينه سلا. غادي نتحدثوا اليوم على الرقابه الاسريه، اللي هذا المصطلح ديالها دائما ما كيحمل في الطيات ديالو العديد من الاسئله المحيره، لان طبعا مسؤوليه التربيه وتنشئه الابناء تعد من اكبر المسؤوليات اللي كتعطى الوالدين، ماشي سهله طبعا على الاطلاق، بل على العكس كيكون فيها الكثير والكثير من العداء والتحمل والصبر. فكنوليو حنا كاباء وامهات سلطويين كنخلقوا وليداتنا الى بغينا نقولوا، مما كيخلف عليه طبعا واحد الاثار سلبيه كثيره. هادشي اللي غادي نعرفوه معك الاستاذه نوال الفرجي. مرحبا بك. صباح النور ساره. صباح النور، واش اخبارك؟ الحمد لله، لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. هاد الموضوع هذا ربما غادي يكون كل ام ولا كل اب كيسمعوا لينا غادي يقول لك فعلا كاين مزير على ولدي خانق وخانقه بنتي، ولكن بزاف ديال الناس كيمشيو في واحد الاتجاه ديال اننا خصنا نحميو وليداتنا، خصنا الحال خصنا نعطيوهم احسن تربيه، ولكن كنوقعوا في الخطا ديال الاثار السلبيه على ضروري. هادشي اللي حنا بغينا نبينو اليوم. غنتكلموا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلموا على الافراط في الرقابه الاسريه، ماشي الرقابه الاسريه كرقابه. فحمايه الابناء اكيد انها شي حاجه اللي مطلوبه، الحزم مطلوب، العقوبه مطلوبه، الرقابه الاسريه على الاطفال في مختلف المراحل العمريه فهي شي حاجه اللي اكيد انها ايجابيه وفي صالح هاد الطفل هذا، باش يعني ان شاء الله يكونوا عندنا اطفال اسوياء ومتزنين. نعم. دونك اليوم غادي نتكلموا على هذاك الافراط، وشنو هو الحد الفاصل ما بين الرقابه اللي قلنا هي ايجابيه ومزيانه وخاصها تكون، وما بين يعني الافراط في الرقابه الاسريه اللي كيقدروا يكونوا عندها انعكاسات سلبيه على الاطفال ديالنا. ملي كنبغيو نقولوا يعني اننا يعني كنتحكموا في جميع التفاصيل، كنخنقوا كيف بحال اللي قلتي في المقدمه ديالك الطفل ديالنا، فبحال هذا الشيء كنشوفوه مثلا ملي كنلقاو راسنا كندخلوا في كل شيء وفي جميع المراحل، يعني كتلقى من الطفوله ديال من يعني سن ديال الطفوله حتى سن المراهقه وحنا باقيين تنتعاملوا بنفس الطريقه، كندخلوا في جميع التفاصيل، شنو تاكل، شنو تلبس، ومع من تمشي، واش قريتي واش ما قريتيش، واش حفظتي واش ما حفظتيش، تدخل في التوجهات الدراسيه، وهذه حتى هي واحد الشكل اللي هو مهم من اشكال ديال الافراط في الرقابه الاسريه اللي كيكون عندها انعكاسات سلبيه على هاد الابناء ديالنا وقتاش في المرحله ديال الشباب. في المرحله النيت هذيك ديال الدراسه، لانه ما كيكونوش مثلا باغيين او لا بالنسبه مثلا الى انا ميولي ادبي فعلا وكنوجه داك الولد خصك تكون علمي فوالا مثلا بحال هكا وشحال جاونا ديال الاتصالات من النوع هذا واستشارات كذلك، او لا مثلا كنكون عندي واحد الميله وبغيت ندير ما نسميه بتوريث المينا. وهذا الشيء يعني بطبيعه الحال حنا بطبيعه الحال كتبقى يعني النيه الايجابيه كاينه، كنبغيو وليداتنا يكونوا احسن منا او يكونوا بحالنا الا كنا وصلنا لواحد المستوى بحال اللي تنقولوا حنا في المجتمع وفي العاميه ديالنا الطبيب شنو بنته ولا ولده خص تكون طبيبه ولا طبيبه. هذه بطبيعه الحال يعني فكره اللي هي مغلوطه تماما، وحنا خصنا نفرقوا ما بين النجاح ديال هذاك الابن كشخص من خلال ميولاته، من خلال شنو كيبغي يدير، لانه الا اختار واحد الحاجه اللي هو مقتنع بها وتيميل لها فاكيد انه غادي يعطي فيها اكثر من اللي فرضت عليه واحد المستقبل او واحد الدراسه يعني اللي هي تقدر تبان في صالحه ولكن هو مقتنعش بها. فهذا شكل من اشكال ديال التدخل في التفاصيل. حنا بطبيعه الحال الافراط في الرقابه الاسريه فهو واحد يعني عندها بزاف ديال الاشكال، ما كتقتصرش على فئه معينه، راه ماشي فقط يعني الناس اللي من الطبقه المتوسطه او محدودي الدخل او الميسورين، كلشي يعني كتلقاه يعني جميع الفئات فهي كيكون فيها هذا المشكل هذا. وحنا كي بحال اللي قلنا يعني النيه الايجابيه كاينه، بغينا وليداتنا يكونوا احسن منا، ولكن هادشي كيكون عنده اثار سلبيه بطبيعه الحال بما فيها الموضوع ان شاء الله اللي غنتكلموا عليه غدا واللي هو مهم اللي هو هروب الابناء من المنزل. والبارح جاتني حاله سبحان الله، يعني وحنا غادي نهضروا على هذا الموضوع اللي كان فعلا السبب ديال الهروب ديال هاد البنت اللي كانت جات خنقاحي والام ديالها فعلا السلطويه يعني. ولكن كون فارج على النيه الايجابيه، لان ملي كتلقى مثلا الام فيها الام والاب، لان الاب غايب ما كاينش حاله الطلاق حاله الوفاه مثلا ديال الاب، فالام بحسن نيه كتبغي انها دير الام. انا من وضعنا الموضوع ديالنا ديال الحلقه بالامس جاني واحد المستمع قالت لك انا ماشي المشكل لا في الام ولا في الاب، المشكل في الاخ فين اللي كبر منها لدرجه قالت لك با كيقول لي بعيد منها عطيه التيسع لاختك خليها عليك شويه هو لا وكيوصل معها حتى للثاني. نقطه مهمه فعلا، يعني شوف هادشي واجي كنشوفوه كتلقى انه الاخ، ولكن علاش؟
هو سيفري دائما حنا كنقولوا حسن النيه كاين, حنا ماشي كن يعني ماشي كنتهموا حتى شي واحد لانه يعني دار خطا لانه بغى يغلط ولا بغى يتعامل خايب. طبيعه الحال لا, حنا كنبغيو وليداتنا يكونوا حسن منا, وتدخل ديال الاخ فهو كيكون من اكبر الاخطاء اللي كدار. فايش التدخل ديال الاخ كيف حالي قلتي في الضرب, في انه يلعب الدور ديال الاب في انه يحكم في انه يعني لا ديري هادي وما ديريش هادي. لا, الاخ خصو يكون داعي ناخذو برايه, ولكن الحوار المباشر خصو يكون مع الوالدين ما فيهاش نقاش هذه المساله. علاش؟ لانه هذاك الطفل اولا المراهق خاصه كنوصلوا لسن المراهقه اللي كتكون فيها واحد الحساسيه مفرطه, فكنبدا نشوف. وهذا نيت الحاله ديال اللي جاتني البارح, يعني البنت كتحس براسها بوحدها, تقول كنا بوحدي ما كاينش اللي كيسمعني, حتى ملي كنجي نهضر على راسي كيتجمعوا عليا كاملين, هو اللي كيضربني اللي كيهوت عليا, ما تمشيش مع هذا. وشي طبعا كيأثر طبيعه الحال. حنا دائما كنعقل واحد الحلقات اللي سمعتينا, هو حلقات قديمه بزاف اللي كنا درنا ربما السنه اللي فاتت, كنهضروا فيها على هذا نفس تقريبا الموضوع. وكانوا يجوا معنا مستمعات اللي قالت لك انا الاخ ديالي بقى كيضغط عليا كيضغط عليا تزوجت, وزوجت كان واحد الفشل في العلاقه ديالها. فعلا تذكرت وكانوا جاونا يعني الحالات بجوج بهم نقيضين, وكان اللي كان فعلا تكلم على الاخ ديال تكلمات على الاخ ديالها كدايم وعلى عكسه صحيح. فبطبيعه الحال حنايا يعني باش نرجعوا للموضوع ديالنا, الرقابه الاسريه خصها تكون في الاعتدال. نرجع للاثار على هذه الرقابه المفرطه على الاطفال. اول حاجه كي يعني كتكون واحد كيميلوا هاد الاطفال غالبا بعد الثقه في النفس ما كتكونش, كيكون انتقاد الذات كبير, يعني ما كنعطيش راسي واحد القيمه, كنكون عاجز على اتخاذ القرارات. ملي كنوصل لواحد المستوى عمري باغ اكزومبل الشباب او حتى في التوجيه الدراسي وصلت ما بقيتش عرفتي, ما كنوليش نعرف ناخذ قرار راسي لاني مولف راسي مخنوق ومولف انه الاسره ديالي هي اللي كتقرر. كتولي كتقلل من الشخصيه في الطفوله بطبيعه الحال, ملي كيكون هاد او حتى في الفتره ديال المراهقه كيكون طبيعه الحال يعني سلوكات اللي هي غير مرغوب فيها واللي كتكون كردات فعل, بحالاش بحال التمرد, بحال العناد, بحال الكذب. يعني كنمشي كنولي تنكذب باش نحمي راسي من رده الفعل ديال الاخر. انني كنولي بما انه ما كنلقى راسي مخنوق في البيت ديالي كنولي تنقلب على يعني متنفس برا. فين هاد برا؟ يعني الحالات اللي كنشوفوها حنايا اللي كتلقى الوليدات اللي كيسلتوا من المدرسه ما كيدخلوش المدرسه وكيمشيو مثلا يدوروا مع بعضياتهم في الزنقه في الوقيته ديال الدراسه, تيوليو تيغيبوا بزاف, كتلقى انها تكذب عليك اولا تيكذب عليك تيقول لك انا غادي نراجع وانا ما غاديش نراجع. فبطبيعه الحال الطفوله والمراهقه كنوليو على قد المحدوديه ديال التفكير ديالنا, تنوليو نقلبوا على المتنفس وتنوليو نختاروا بزاف. هاد الاطفال هادو بطبيعه الحال اللي كيكونوا عايشين في هذا المحيط اللي سلطوي كيكونوا دغيا تيتاثروا. هادشي اللي تنسمعوا حنا من الاباء مثلا تيجيو استشارات يقول لك انا ولدي راه نيه ولا بنتي راه, وهذيك النيه راه حنا اللي ربيناها فيه. علاش؟ لانه ما عمرنا ما علمناه ياخذ مسؤوليه, ما عمرنا ما حلينا باب الحوار, ما عمره ما كان يعني كيعبر على راسو ولا حتى كياخذ قرارات راسو. وحنا هنا كيبحال اللي تنقولوا دائما انا نعلم وليداتنا المسؤوليه من السن المبكره, التعبير من السن المبكره, ودائما يكون الاعتدال. بعض المرات راه حتى حنا كاباء خاصه تيكونوا الاطفال يعني باقيين صغار, حنا القرار راه عندنا ما فيهاش نقاش, يعني راك غتمشي لهاد يعني لهاد البلاصه او غادي تسافر البلاصه فوالا. دونك حنا بالحيله كتولي بحال كتخيروا بين جوج الامور وانت راك تتزين في عينو هذاك الاختيار اللي انت راه ديجا واخد. هذه كتبقى من الطرق والحيل اللي بطبيعه الحال كنستعملوها في الامور اللي ما كتكونش مصيريه. اكيد نخلي له يعني المساحه فين غادي يختار, مثلا اكل لعب خرجه مثلا, هادشي ضروري وهادشي اللي كيعاوننا اننا نبنيو يعني الشخصيه ديال الطفل, ميلو للتعبير. وهنا فين تيكون طبيعه الحال الدور ديال الاجتماعات العائليه اللي تيكونوا بطبيعه الحال سواء في العشاء سواء في الغداء على حسب. دونك هادو من يعني من نقاط. كاينين معنا مكالمات كثيره, غادي ناخذوا اولى مكالمه معنا من خديجه من الدار البيضاء. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك خديجه؟ لاباس بخير خليك. بارك الله فيك لاله. بارك الله فيك. عارفه اختي عندي واحد المشكل بغيت نهضر مع الاخت. مرحبا مرحبا لاله خديجه. ربي يخليك. عرفت اختي انا الام الاستاذه كتسمعني؟ ايوه سمعك لاله خديجه. انا معك. تفضلي. عرفت اختي انا الام ديال ثلاثه الوليدات. ايوه مرحبا. وبنتي الكبيره توفات لي الله يرحمها عندها هذه 4 شهور. الله يرحمها ويستاهلها. شحال كانت عندها 9 سنين و3 شهور. هي كانت الكبيره والصغار شحال عندهم دابا؟ الصغير عندها 6 سنين
والصغير عنده خمس سنين. سمحي لي شويه من لا خذي راحتك خذي راحتك لاله خديجه. اختي شنو نقول لك، من بعد توفات ليا الجنيه دي خلاتني اختي نقول لك مريضه وكلشي، ما كنحمل نهضر، ما كنبغي نهضر مع حتى واحد، وليداتي وليت معصبه معاهم كنضربهم، ما كنبغيش ندير معاهم دوفوار وكلشي. من هاد البنت هادي راه كانت صحتي بنتي كلشي فيها، كلشي كيفكرني فيها اختي بزاف. الا كان عندك شي حاجه بحال هكا تساعدني بها. واخا واخا لاله خديجه نجاوبك. لاله خديجه انت مرا قويه وغادي تعطيك النصائح كلها الاستاذه نوال، وان شاء الله الخير والبركه في وليداتك الاخرين، والله يخليك اليوم ان شاء الله. لاله خديجه الله يرحم بنيتها ويوسع عليها ويعوضك فيها خير، وان شاء الله تشوفي وليداتك اللي بقاو لك كما بغيتيهم. شوف يعني هنا عندنا الحاله ديال الوفاه قريب، او الوفاه ديال الابن، وهي اللي كتكون اصعب يعني على الوالدين من اي شكل من اشكال اخرى، يعني ديال الوفاه ديال الاقرباء، ماشي بحال وفاه الزوج، ماشي بحال وفاه الوالدين، ماشي بحال وفاه الاصدقاء. فالابن علاش؟ لانه هو جزء منا. اللي نقول لاله خديجه اول حاجه انه دابا يلا واحد ربع شهور هذه باش توفات البنيته، فانها تعيش الحزن، انها تبكي، انها تفرغ، فهذه مساله هي عاديه. ما تقولش انا مكتئبه ولا انه راه يمكن انا ماشي تلهيه، راه نقدر باغ اكزومبل انني نهار نقدر، لا انها تبكي انها تحزن، فهذه مساله اللي هي طبيعيه ومرحله اللي هي طبيعيه، غير هي ما غاديش يخصها طول. فاول حاجه اللي نقدر ننصحها بطبيعه الحال، كاين الوازع الديني انا غادي نتكلم عليه بالتدقيق، ولكن نبدا بامور اخرى. اول حاجه يعني نحاولوا متعلقات ديال هذه البنت بما انها قريبه ليها، وبما انها كانت معها بالدار وعندها ذكريات الى اخره، يعني حويجاتها اللعب ديالها، تحاول ما امكن انها تخلص منهم، تصدقوا في سبيل الله ما تخليش يعني امور اللي هي ماديه اللي غادي تبقى تذكرها في كل يعني في المدار تصورتها، وما نحاولوا ما امكن اننا نقصوا منهم، خاصه الا لان كاين بعض الاسر كتلقى الصور في مشيتي كاينين، دونك يكونوا ماشي ما يكونوش، ولكن ماشي بهذيك الطريقه الكثيره اللي غادي تخليني في مدار انني نعاود نتفكر هذاك الالم ديالي. دونك الحويجات مشيو في سبيل الله، راه كاين وليدات بزاف اللي محتاجين ما لاقينش فين يعني ما لاقين ما يلبسوا، هذه من ناحيه. ثاني حاجه فاكيد انه كي بحال اللي قلت تخلي لراسها فين تحزن، فالحزن يعني مساله اللي هي طبيعيه ورا بنتك هذه، ماشي شي واحد اللي هو بعيد عليك. وقتاش ما جاتك البكيه حسيتي براسك باغا تفرغي فرغي، ما فيهاش نقاش. ثالث حاجه انها يعني تفرغ لدوك الوليدات، الله سبحانه وتعالى خدا لك بنيته عنده، لانه هو بغاها، لانه بغى يختبرك، لانه بغى يشوف واش غتصبري ولا ما غتصبريش، ولكن خلى لك جوج ديال الوليدات الحمد لله، الله يحفظهم الله يخليهم لك. دونك دوكو انا يوم اللي غادي نعطي راسي الوقت باش انا نتخطى هذه الازمه هذه، نبدا شويه بشويه نتفرغ للوليدات الاخرين، حيت ما ذنبهم حتى شي حاجه، هذا امر الله وقدر ديال الله سبحانه وتعالى، وقع ما فيهاش نقاش، غنقول الحمد لله على كل حال. ياك الوليدات الاخرين بطبيعه الحال قالت انه دابا انا ما مستعداش ولا ما كنقدرش انا نرجع معاهم، وليت كنضربهم، لا هما ما ذنبهم حتى شي حاجه، غادي نعطي راسي شويه الوقت وغادي نبدا تدريجيا نحاول نستعد يعني الحياه العاديه ديالي، وانا كنحط هذاك الحنان والحب اللي كنت كنعطيه لبنيته، فباقي لي جوج الوليدات الله يخليهم ليا، بالعكس نبدا نحاول نزير راسي ونجمع الشجاعه ونكون قويه كي بحال اللي قلتي يا ساره في الاول. القوه ديال الشخصيه والقوه ديال الايمان خاصها تكون حاضره يعني جدا في هذه الحالات هذه، ونبدا بالتدريج. راه لاله خديجه ماشي غادي تبدلي من بين ليلتين وضحاها، راه شويه بشويه الانسان كيرجع يعني للحياه الطبيعيه ديالو، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى فهناك نبدا نخدم شي شويه على شخصيتي، نعمر شي شويه وقتي، نحاول ما امكن ان ندير شي حوايج، انا ما عرفتش واش هي ربات بيت اولا كتعمل خارج المنزل، ولكن كنظن انها ربات بيت. اونكور اون فوا دائما كنرجعوا يكون عندي واحد الاهتمامات اللي هي ديالي. قديتي انك ديري رياضه، مزيان ديري رياضه، علاش؟ لانه الرياضه كي بحال اللي كنعرفوا كاملين، كي بحال الاطباء ديالنا كينصحونا انها كتخرج طاقه سلبيه، وانها غادي تعاونك حتى اوكاو يعني كان عندك واحد الكميه ديال الحزن قد هكذا، غادي تبداي تفرغيها تدريجيا. حاولي ديري رياضة، تمشي ثلاثة المرات تزيري راسك وتمشي على الأقل ثلاثة المرات في الأسبوع، من الأحسن أنه تكونيش قلت أنا ديك ثلاثة المرات في الأسبوع، لأن هي اللي تكون في ليسال دو سبور عادة، يعني تكوني مع مجموعة ديال السيدات ماشي غير بوحدك، راه تقدري ديري المشي، ولكن هذا المشي هو مزيان وصحي وكل شيء، وإنما في الحالة ديالك بغيناك تخشي وسط من الناس، تكوني في وسط واحد المجموعة. هنا فين غادي نرجع لآخر نقطة، هو واحد الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام، شنو كيقول؟ كيقول إذا مات والد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
تذكري مزيان لاله خديجه هذا الحديث هذا، وبما انه انت يعني غيكون عندك ان شاء الله بيت في الجنه الا صبرتي واحتسبتي الله سبحانه وتعالى، فما كاين ما احسن منك وسعداتك ديك الساعات. نعم تبارك الله عليك استاذه. غادي ننتقلوا كيف ما قال شارت لي حليمه انك كاينين مكالمات اكثر معنا، غادي ننتقلوا للرباط عند سي الحسن. مرحبا بك سي الحسن. مرحبا لله، شكرا لكم على البرامج. مرحبا. والتحيه كذلك للضيوف الكرام وكذلك المستمعين الاوفياء الاذاعه الوطنيه. شكرا لك تفضل. الصراحه هذا برنامج برامج ديالكم زعما الصراحه كيخلي واحد هذا في النفوس ديالنا كمتتبعين وكمستمعين الاذاعه الوطنيه. بارك الله فيك سيدي، حنا في الخدمه تفضل. اللي كاين الاخت الله يجازيكم بخير، عندي واحد الايفن، هذا الايفن الكبير اللي هو في عمره 11 سنه. في الاخير لاحظنا واحد بحال واحد التقلب في سميتو ديالو، ما فيه كما قال الدكتور. على اولا كنشكروا على ذاك اللي عطاتنا قبل ما تاخذ المكالمات. كاين واحد الجانب اللي هو الصراحه خلانا كنطرحوا واحد التساؤل، هو واحد الجانب بحال العاطفي ديالو، بحال مثلا الى انا غبت واحد الوقت اللي كنكون في الدار فيبدا يبكي. قلتين اول الاب وكذلك الام ديالو الى هي هو متعلق بها بزاف ما كيقدرش يفارقها. تصور حتى بعض اللحظات في الليل كيفيق كيبغي يجي عند البيت، عنده الخوف شويه، كيحس بالخوف، ما كيحسش براسه في الامان هو بوحده. نعم كيحس بالخوف الشديد. والجانب اللي قالت الدكتوره مشكوره ديال بعد احيانا كيبغي يلقى الحل، مثلا واحد المشكله قد ما غاديش ما حفظتيش الى اخره، المهم دائما كيستحضر الحل. هذه دائما الاعذار. الجانب الاخر اللي لاحظنا عليه في الاول الاخير هو قلنا الخوف، وذاك الجانب ديال الاعذار. والجانب الاخر كيبغي مثلا دائما كل مره يمشط راسه وكل مره يدير هذا الشيء، هذا لاحظناه فهاد وخلانا ربما غير حكم حنا غير الشباب ربما التربيه ديالو كما حنا ما عارفينش نربيه ولا هذا. والله يجازيك بخير اذا كاين شي نصيحه او شي توجه. الله يجازيكم بخير. تبارك الله عليك سي الحسن وشكرا لك على التفاعل. مازال اسئله كثيره بغيت نسولو، ولكن غنحاول بحكم ضيق الوقت غادي نحاول نعطي يعني جواب شامل وعام. يعني عندنا هنايا الاعراض ديال الخوف ما كيبغيش يبقى بوحدو، دائما خصو يبقى يسول على باباه الا ما كانش، لاصق في ماما فيني ماما، يبغي انه بالليل يمشي عندهم. هنا هادو اعراض خوف. اختلاق الاعذار حتى هما بعض المرات تيكون يعني عرض من اعراض ديال الخوف من العقوبه او خوف من رد الفعل يد الابائيه ديال المعلمين والمربيين. فهنا اللي نحاولوا يعني ملي كنهضروا على الخوف عند الاطفال فشنو السبب ديالو؟ كيكون نقص في الامان. كيفاش نقص في الامان؟ يا اما في الاسره، دونك هادشي اللي تنقول السي حسن، الا كنتو من النوع اللي محاصرين ولدكم ولا في العقوبه كتكونوا قاصحين شي شويه في العقوبه، او الا مثلا الا دار مثلا واحد الخطا ما كتجاوزوش، او كنعلو تنعتوه مثلا بالفاشل ولا كسول ولا دونك نحاولوا ما امكن حنا هاد الاساليب القمعيه الا كانت في داخل الاسره نحاولوا نتفاداوها. فملي كنهضروا على الامان يعني هاد الولد هذا محتاج الحب من طرف الام والاب ديالو، محتاج اننا نحسو بان عنده واحد المكانه ديالو في وسط الاسره. الا كان عنده خوتو دائما يكون العدل، ما يكونوش مقارنات. فهذه كامل امور اللي سي الحسن حاولوا انكم تردوا ليها الباب وتشوفوا انتم فين كتلقاو راسكم بالضبط. الا كان تفرق ما بين الاخوان حاولوا نتفاداو، الا كان القسوه في التعامل نحاولوا نتفاداوه، بالعكس نكسبوا 11 عام. فهنا فين كيجي الدور ديالك انت سي الحسن ك يعني جنس ذكر وانت هو الاب ديالو، انك تجرب عندك. دابا راه غادي في سن المراهقه، خرجوا شويه مع بعضياتكم، انه يتهلا في راسه ويمشط شعره عادي جدا. هذه المرحله فين غيبغي يبان زوين، والله يخلي لك ديما زوين. هادشي ما تديوش عليه نهائيا. شكرا لك الاستاذ نوال، بقاو معنا مكالمات كثيره غادي نحاول ان شاء الله ناخذوها بالضبط ان شاء الله. البدايه ديال الفقره نبداو بهم الاستاذ نوال الفرجي، نشكر على تواصلك معنا. مرحبا بالاستاذ نوال الفرجي. Thank you.